السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الجمعة مباركة. غدا باش ندير آخر تحية إن شاء الله، كنتمنى تكون مزيانة. صباح الخير، جمعة مباركة. اليوم ان شاء الله كما قالوا لي اخر تحاليل غادي نمشي نديرهم دابا ان شاء الله. نتمنى يكون كلشي مزيان وصباحكم مبروك ان شاء الله، وجمعه مباركه، تكون لكم الصحه والهنا. نتمنى انكم تتوبوا، نتمنى انكم تتقوا الله، نتمنى انكم تعاونوا عائلتكم، جيرانكم، الناس المحتاجه، الناس اللي باغياكم تعاونوها، نتمنى انكم تمدوا يد المساعده. اما انا داكشي اللي بينو عوض ما تنصحوني او تدعوني للتوبه، انا اللي غادي ننصحكم وندعوكم للتوبه. على الله يعفو عليكم من النميمه ومن التنمر ومن الهدر في الناس ومن بزاف ديال الحوايج. الله يهديكم. كما قلت لكم عندي ما يكفي من المال اللي غادي نصرف على راسي وعلى مرضي ولا اي حاجه تطرى ليا. انا ما محتاجش مساعده ماديه ابدا ابدا. الحمد لله دام انني كنوض الصباح بكري وكنخدم على راسي باش نجيب قوت يومي، كنتسنى غير الكاميون ديال الزبل يدوز باش نرميهم، لانهم في اصعب الظروف ما زرت حتى تليفون يسولوا عليا، ما داروا عليا حتى ستوري، لانهم ناس بدون مستوى. ناس دابا المشكله انا وفي الاخر تقلبت عليا وصحاب لكم بان الصداقه هي عباره عن عدد المتابعين. ابدا ما كانت الصداقه عن عدد بعدد المتابعين، وابدا ما كانت الشهره بعدد المتابعين. وخير دليل انه المهم عرفنا اللي سول علينا واللي ما سولش علينا واللي تشفى واللي قال واللي ما قالش. انا اسهل شيء انني نغير راسي طبيب مكالمه واحده. وبغيت نقدم تحيه كبيره لخويا، خويا الكبير ولد امي وبا، الله يخليه ليا تشفق الراس، اللي جاي عندي ان شاء الله هذا الاسبوع من المغرب باش يعاوني في الخدمه. انا فرحانه بزاف. فاليوم اخر يوم عندي ان شاء الله ندير تحاليل، في انتظار تخرج نتائج نهائيه ان شاء الله يا ربي يكون خير. المهم الحمد لله كاين الدواء، كاين كلشي كاين. فكيف ما سمعتوا اخوتي، نوفل تواصل مع العائله ديالو، هو فرحان حيت هو غادي يجي عنده. فالله يسمعوا اخبار الخير، دعواتكم مع اخوتي بالشفاء العاجل، الله يشافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين يا رب. شكرا لكم اخوتي على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.